خوت بخير، كيصحتو مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتما الاخوان تتشوفوا معايا الكارثه اللي وقعت في دوار اداسيل جامعه اداسيل. انتما الاخوان الزلزال ضرب البارح هنا، اش نقول لك؟ الناس ميتين ميتين وما لقيناش كيفاش نجبدوهم. انتما الاخوان شوف، انا لله وانا اليه راجعون. الناس كتطلب هي الاغاثه ما كايناش. انتوما شوفوا معايا دابا الدوار كامل ومشى، والناس مدفونين تحت الارض، ما لقيناش كيفاش تجبدوهم. واحد الديكور بزاف. شوف هادشي اللي وقع في الدوار كامل، 200 الناس ما مشات كامله. مشكله من 11 البارح حنا تنطلبوا في الاغاثه، والو واش كاين شي حد يتصنت لينا ولا يدوي معنا على الاقل علينا ولا شي لعب. انتوما الاخوان شوف، الدار ديال السيد مشات كامله، مسكين نضرب في راسو محلول، شي مدفون ما لقيناش كيفاش نجبدوه. ادعيو معنا الاخوان، ادعيو معنا الله يرحم بها الوالدي، ادعيو معنا. شو انا لله وانا اليه راجعون. شو واحد اضطر من هنا، شو هادشي كاين في جامعه اداسيل. الله يرحم بها الوالدين، اللي يعرف شي حد ولا شي حد فهمتي، السلطات يعلموهم باش يجيو يعتقونا. اخو الاخوان الله يرحم بها الوالدين، قلبي دارني فهمتي، والله الا دارنا الاخوان. الله يرحم بها الوالدين، اللي شاف الفيديو يبارطاجيه باش يوصل المسؤولين. انا لله وانا اليه راجعون. انتم ماذا تشوفوا معايا؟ شوف الله يرحم بها الوالدين، اللي شاف الفيديو يبارطاجيه باش يوصلونا على الاقل الاسعافات الاوليه، حيت ما عندناش الاسعافات الاوليه. دابا مازال ما وصلت من 11 البارح، والناس نعسه في الزنقه وما فهمتي، كلشي خايف. حتى واحد ما قدر يدخل للدار ولا شي دار مازال، ولا يدير شي محاوله كاع. انا نوريكم الناس فين ناعسين. سبعة ونص ديال الصباح، ومازال تضرب، ومازال الزلزال تيدوز هنا حدانا. الا بقيتو معايا في اللايف راه يقدر تشوفوه. شو الله يرحم بها الوالدين. الاخوان اللي شاف هذا الفيديو بارطاجي، ولا على الاقل يعلم شي حد يجي يعتقنا. الناس تاع الفم ساكن، كاين اللي توفات ليه مو، وكاين اللي مدفون تحت الارض، ما لقيناش كيفاش نبدوهم. انتم الاخوان الله يرحم بها الوالدين. اش نقول لكم؟ واحد الديكور بزاف. الحمد لله بعدا لقيت الناس مازال ما نعسوا، الحمد لله. تنشكر الله على هاد النعمات، لقيت الناس مازال ما نعسوا وخرجوا كاملين. بعدا شو خو نور الدين، على السلامة خو حسين. الحمد لله بعدا العائلة ديالنا مازال مزيانين، وخرجوا بعدا شي تيعتق في شي. الحمد لله بعدا راه مزيان، الحمد لله ونشكروه. عمي على السلامة، الله يحفظك عمي. امين. دابا والله الاخوان الا تنتمشى هنا وخايف، والله الا تنتمشى هنا وخايف الله يتهى عليا شي، يتهى عليا شي دار ولا شي لعبه. شوف الاخوان، اني جاي محمد على السلامه اخويا، الله يحفظك.
ما تشوفوا معايا الدوار كاملو مشى كاملو عائله. اش كان اش نقول لك واحد الديكور ديال الرعب. كنا ايضا نتفرجوا في في الافلام ديال الرعب تاع شنو الباه واقعيا يعني الاخوان. دابا والله ما قديتش نصبر وحق الله تنبكي كي هكا. شوف هادشي من ربعة البارح من 11 النيشان بدات هاديك الزنزال. بقى شي ساعة ولا من 11 حتى لسبعة الصباح وهي تضرب وحدة مورا وحدة. الحمد لله بعد ما زالين عايشين. واحد السيد اش نقول لكم كاين هنا هو ومراته ساكن هنا اقسم بالله ما عارفين واش حي ولا ميت. اقسم بالله الاخوان تنحلف لكم بالله والسلطه دابا ما كايناش وما كاين اللي يعاون اللي يطلب يمد لينا المساعده الاخوان. شوف الا مات انا لله وانا راجعون. الله يرحمه الله يرحمه مسكين والبهائم ديال الناس كلشي مشى. شوف الله يرحمه مسكين الله يرحمه ويوسع عليه هو وجميع المسلمين وهاد الناس اللي توفوا كاملين. الله الحمد لله والشكر لله. تنشوف تتنعي وتنقول الحمد لله تنشكر الله الاخوان باش تعرفوا الدنيا راه ما سويه والو ما بين ليله ونهار. ليله ما بين ليله صباح بنادم فقير. هذاك اللي كان عنده صباح ما عندوش هذاك اللي مسكره اصلا ما عندوش زاد حافظ عليه. هانتوما الاخوان الدوار كامل مشى ان شاء الله على الاخ. اللهم يلا تيبانوا لي شي لابيلونس جايين مع اصلا تقطعات الطريق ما لقيناش كيفاش ما لقاوش كيفاش يوصلوا عندنا. هانتوما على السلامة على السلامة تكون لاباس الحمد لله كما كنا بخير سلم كله الحمد لله. على سلامتكم تسمحي أمين. أهلا بخير تسمحي زينة على سلامتك بخير الحمد لله. على سلامتكم على سلامتك بخير الله يسلمك. انتم الاخوان الناس مساكين راه فهمتي فشلوا عرفتي شنو هو الليله ديال الرعب فهمتي. ما مشاو لي الكلمات اقسم بالله الا مشاو لي الكلمات الاخوان. باقي انتم تشوفوا بام اعينكم. شوف هذه الدار هذه شوف مسكين شوف بلاصه خويا بلاصه جامعه اداسيل بالضبط دوار اداسيل جامعه اداسيل دوار اداسيل اقليم شيشاوه اقليم شيشاوه. الاخوان اللي غيعرف شي حد يوصلنا فهمتي. دابا الناس ما عندهمش ما قادرينش مازال يدخلوا للدور ما قادرينش والو ما قادرينش يمشيو يطلب ديور يجيبوا اي ما ياكلوا ولا شي حاجه ولا الناس بيتها وفيها البرد. كنقسم لكم بالله الا بيتين في الزنقه. شوف معايا انا دابا تنتجور اقسم بالله الا تنمشي وسط الدوار وخايف خايف لا تطيح عليا شي حاجه ولا انتم الاخوان. شو هاد الدار هادي كلاش ليلى ان شاء الله تجد الفجاه بخير ولا خير.